مساء الخير عليكم، وسعداء بوجودكم معانا النهارده، وسعداء اكتر طبعا بوجود الاستاذ هاني شاكر امير الغناء العربي. شرفنا ونورنا في الكويت في حفلته ان شاء الله اللي هتكون يوم الخميس، هيكون تكريم خاص ليه عن مسيرته الكبيره واللي اسعدنا على مدار سنوات قدمه يعني من اعمال. الحفله من انتاج شركه اي ميوزك لصديقنا المنتج احمد الخالدي. بنرحب بالاستاذ هاني شاكر، وفي البدايه حابين نسمع كلمه من حضرتك بمناسبه زيارتك ووجودك في الكويت. الحقيقة طبعا أنا سعيد بوجودي معاك وهذا الجمع الإعلامي الجميل، وسعيد بالحفلة جدا وبالتعامل مع أخوي وحبيبي أحمد الخالدي وصديقي من لبنان حبيبي ميشيل أويس. طبعا يمكن أنا جيت الشهر اللي فات كان عندي حفلة في دار الأوبرا، كان حفلة العندليب للراحل عبد الحليم حافظ، وسعدت جدا باستقبال الجمهور والحفلة الجميلة الرائعة اللي أتمنى إن شاء الله إن حفلتنا بعد بكرة تكون على نفس المستوى يا رب بإذن الله. إن شاء الله تبقى حفلة جميلة بوجودي معاكم. عموما الحقيقة الجمهور الكويتي جمهور سميع وزواق ومحب للفن بكل ألوانه وأطيافه، فيعني عندي أمل كبير إن شاء الله تبقى حفلة جميلة على نفس المستوى اللي تعمل بيها حفلة الأوبرا بإذن الله. نفتح باب الأسئلة يا شباب، الحب نفتح باب الحجز. أصل نفتح باب دي ما لاش إلا الحجز. والله يمكن كان غياب الحفلات الفترة اللي فاتت لمدة طويلة يمكن أثر مع الجيل ده، قد يكون الجيل الجديد ده يمكن توصل قصدك الحفلات الشبابية أكتر، هو ده اللي بتتكلم عليه، اللي يعني بتلاقي بتتعمل في السواحل في الساحل الشمالي، بتتعمل على البسينات، بتتعمل على البيتش. أنت قصدك ده حتى محمد عبده النهارده بيعمليد، يعني كل النجوم الجاسمي، كل النجوم حتى بتوعنا في مصر كل الناس بتشتغل. لا هو بص، هو طبعا الفترة الأخيرة أكيد ما من شك إن سوق الحفلات في السعودية بقى سوق كبير جدا جدا، وبيستقطب يعني مجموعة كبيرة من مطربين العالم العربي من كل مكان، لأنه الحقيقة المواسم الغنائية في السعودية متوالية، موسم جدة، موسم الرياض، موسم جدة، موسم الرياض، فأنت عندك حوالي يعني شوف بيتعمل كم حفلة في السنة بس في السعودية، غير الإمارات، غير الكويت، غير مصر. فهو يعني أنا عايز أقول إنه دي ظاهرة إيجابية، يعني أنا مبسوط إن إحنا ابتدينا تاني نرجع لجو الحفلات والغناء الجميل اللي على المسرح، اللي بيفرق ما بين مطرب ومطرب وما بين عطاء وعطاء. في ناس أنت تحب تسمعها في الكاسيت مثلا او في الراديو، لكن لما تيجي تشوفه على المسرح بتحس في فرق كبير قوي قوي. الحفلات انا بقول دايما ان الحفله هي الـ يعني الـ الـ اللي بتبين اكتر قيمه الفنان وقدرته على العطاء وتجاوب الجمهور معاه في الحفله، مش انك تسمعه في كاسيت او كده. فده دي ظاهره ايجابيه انا فرحان بيها جدا جدا، وان شاء الله يا رب يعني يبقى في موسم غنائي في كل بلد عربي زي مواسم اللي بتتعمل في السعودية. ياريت من الحاجات برضو حضرتك اللي انا ملاحظها انه الناس كانت متخيلة ان الجيل دوت هيروح، يعني في ناس بتسمع مهرجانات وتسمع حاجات كتيرة وبتاع، لكن مازال هناك جمهور متمسك بالاغنية الاصيلة. يعني احنا بنشوف كتير جدا من النماذج اللي فيه زي حضرتك مثلا اولهم، يعني متمسكين بالأغنية، ورغم ذلك الجيل الجديد برضو بيحب الطرب، بيحب الأغنية الحلوة. طبعا يعني الناس كانت متخيلة ان السوشيال ميديا دي هتبوظ دماغ الناس في الطرب تحديدا، يعني الأغاني كويسة، لكن احنا من خلال متابعتنا نشوف انه حتى الجيل الجديد بيحب الأغاني، بيحب المطرب بصوته حلو وبيحب الأغنية الحلوة. طبعا دي نعمة من عند ربنا على فكرة، لأن الحمد لله ان مش كل جيلنا الجديد انجرف ورا اللي بيسمعوا على السوشيال ميديا وبيشوفوا، دي كارثة. لكن الحمد لله ان ربنا
لطف بينا لحد دلوقتي ان انت فعلا الاسماء اللي انت قلتها دي الجمهور مازال لسه مصر على انه يسمعهم وبيحبوهم على فكرة جدا وبيحب يتابع شغلهم جدا ومن جميع الاعمار السنية مش بس الكبار. يعني انا دايما دايما بقول الحمد لله ان انا في حفلاتي دايما بلاقي الاسرة كلها موجودة، يعني الاب والام والولاد والاحفاد وكله حريص على انه انا بلاقي مثلا بنات وولاد 10 سنين و11 سنه يبقوا حريصين انهم يجوا يتصوروا معايا وانا ببقى عيني عليهم في الحفله، والله حافظين الاغاني اكتر مني. يعني ده الشيء بجد انا بحس انه يعني دي نعمه من عند ربنا، انه انت ربنا اداك يعني انت شايف نتيجه عملك والحصاد اللي انت بتحصده قدام عينيك، ان الاجيال الصغيره دي لما تبقى حافظه هاني شاكر اللي هي ما عاشتوش خالص وما شافتوش الا من خلال فنه، ده نجاح كبير ومعناها فعلا زي ما حضرتك قلت لا يصح الا الصحيح. الفن الجميل، الفن اللي بيعبر عن كلمه حلوه ولحن حلوه وصوت حلو، هو ده اللي بيعيش مع الوجدان جميع الاعمار السنيه. ف يعني الحمد لله ان احنا لسه شبابنا الصغيرين لسه عندهم الحب والقدرة على انهم فعلا يتابعوا الاصوات الحلوة اللي موجودة على الساحة الفنية. أنا عارف بس تكمل الكلام الأستاذ هاني عبد الحميد الفقيد نرتي لما تكمل بس للسؤال والإجابة حضرتك، أنت بتقول إنه جيل كويس جدا اللي بيسمع لهاني شاكر، كويس جدا شباب صغير يسمع لهاني شاكر، طب ليه ما ناخدهاش من ناحية تانية ممكن تدينا رأيك فيها يا أستاذ هاني؟ إنه أنت بتنوع في أغانيك بتناسب كل الجيل، يعني مثلا أغانيك أنت بتختارها إزاي؟ هل أنت بتبص للفئات الصغيرة إنها ممكن تسمع لهاني شاكر، ممكن انت تغير في اللحن، ممكن تغير في الموسيقى، تمشي مع التطورات الحاصله علشان تواكب الاجيال دي؟ والله بص هقول لك حاجه، يعني هو طبعا اكيد انا الاختيارات مهمه جدا، انك انت اختيارات اللي انت بتختارها وبتقدمها للناس انت بتعبر عن الانسان بشكل عام، بتعبر عن الاحاسيس الانسانيه بشكل عام. يعني انا بحب دايما يبقى فيه تنويع في المواضيع، مش بس كلام الهجر والحب والخصام والفراق لا، يعني لازم يبقى فيه برضو من وقت للتاني مواضيع مختلفه، كلام مختلف بتعبر عن موقف في الاسره مختلف. وانا بجد احلى حاجه بتسعدني لما بلاقي ناس بتيجي تسلم عليا وتقول لي انت كانك عايش معانا، يعني فعلا فنك، احنا بنحزن على اغانيك، بنفرح على اغانيك، بنتصالح على اغانيك، فده شيء جميل انه يعني فعلا انت بتعمل عايز اقول ايه، تاريخ فني متنوع بتعبر بيه عن الناس اللي حواليك، الناس اللي عايشين معاك. فطبعا الصغيرين برضو طالعين، ما زي ما الاب والام بيسمعوا اكيد الولاد الصغيرين هيسمعوا اكيد. فمخالد الامير الله يرحمه يا حبيبي قدم لي كده برضو يا قمر، شوف كده برضو يا قمر قد كده كانت ناجحه ازاي في بداياتي الفنيه وكسرت الدنيا. انا اول ما سمعتها قلت له لا انا عايز غنوه فيها موضوع كده، يعني مش غنوه دلع وفيها غنوه يعني غنوه خفيفه، لا انا عايز اقدم حاجه للناس يعني دسمه. ف ده تفكيري من صغري من بداياتي. وطبعا بس لا ده زي ما انت بتقدم ده لازم تقدم النوعيات التانية كمان كده برضو يا قمر، بالنسبة لي كانت نقلة فنية كبيرة جدا جدا في بداياتي الفنية الحمد لله. استاذ هاني مرحبا فيك في الكويت. اهلا بحضرتك وشكرا للإشادة الجميلة في الجمهور الكويتي نأهوى ذويق وسميع، هذه إشادة جميلة، احنا من زمان حابين نلتقي فيك، انجاز لي ان انا الحين اتصور مع حضرتك. ربنا يخليك حبيبي استاذ. من فترة كنت في الكويت وأنا حضرتك أيضا اللي هي في مركز جابر الثقافي الأوبرا، وكانت تحت كل أغاني العندليب الراحل. الآن أنت في مواجهة مع الجمهور الجميل الكويتي في أجمل باقة من أغانيك، بنتكلم شنو مجهز للأغاني؟ ترى راح نشوف أيضا الأجواء الجميلة من ناحية المسرح المكشوف في حديقة الشهير وأيضا حضور العوائل والعاشقين لفنك الراقي، فشنو مجهز لهم من أغاني؟ وأيضا نبي نتكلم عن التعاون ما بينكم، ما بين كيف كانت الأمور والتعاون والاتفاقات، لأن اللي أعرفه الأستاذ أحمد جميل جدا وسلس جدا وأنتم أيضا كذلك، فكيف كان التعاون وشنو راح توعد جمهورك
في الحفل يوم الخميس ان شاء الله. يعني انا ما شفتش اطيب من كده حقيقي والله. وده انطباعي عن الشعب الكويتي المحب المجامل الرقيق اللي احاسيسه ومشاعره باينه على وشه على طول. انت من اول ما بتنزل المطار الكويتي انت بتشوف الناس استقبالهم ليك عامل ازاي. فاحمد انسان جميل وفنان طبعا جميل ومحب للفن المصري جدا جدا. وانا يعني كنت بتمنى ان انا اتعامل معاه من زمان اكتر من كده، لكن ان شاء الله الجايات كتير باذن الله. وانا طبعا بالنسبه للجمهور بقى انا محضر له يعني مجموعه كبيره من الاغاني، طبعا برضو بشوف هم بيحبوا يسمعوا ايه مني حتى لو انا مش محضره على المسرح زي ما بعمل في حفلات الاوبرا. بعمل حاجه اسمها كده ما يطلبه المستمعون ابص الاقي ممكن حد عايز يسمع مذهب غنوه مش معموله انا بغنيها له. ف يعني انا بوعدهم ان شاء الله هتبقى مجموعه منتقاه من الاغاني. طبعا انا ليا مع حبيبي ميشيل عويس يعني باع طويل في لبنان، الحبيبة اللي بتمنى من كل قلبي يا رب ربنا إن شاء الله هي وغزة وكل وطننا العربي يعني يعود كما كان وأحسن مما كان بإذن الله. فيعني زي ما بعمل كنت الفترة اللي فاتت في لبنان وفي كل مكان وفي المغرب وفي تونس، بيبقى بيهمني قوي أشوف رأي الجمهور في الحفلة، هم عايزين يحبوا يسمعوا إيه. أنت برضو عندك بتبقى فيه اختلافات في الذوق ما بين بلد وبلد، في ناس بتحب نوعيات اغاني معينه، في ناس بتحب نوعيات تانية. فانا جاهز للجمهور باللي هم عايزينه. من جهه متعب هو متعب طبعا انك انت تقدري يعني توزيني ما بين شغلك وما بين حياتك الشخصيه وما بين الصعوبات اللي انت بتمر بيها في الحياه عموما مش بس في الفن. لا هي معادله صعب بجد، وبحس ان انا اوقات كتير انا باجي على نفسي عشان ارضي كل اللي حواليا، ارضي جمهوري وارضي فني وارضي عيلتي. ف لا هي زي ما انت قلتي هو حقيقي مجهود ومجهود كبير، لكن الحمد لله ان في النهايه انا بقول ايه بشكر ربنا انه قدرني ان انا اعمل ده، لان ممكن حد تاني ممكن ما كانش يقدر يعني يستوعب كل المحيطين بيه بهذا الشكل. لا انا الحمد لله ان انا ربنا وفقني ان انا اقدر يعني ابقى في بيتي زي ما انا عايز، ابقى فنيا زي ما انا عايز، ابقى قدام جمهوري اللي بحبه زي ما انا عايز واقدم له اللي هو عايزه. فهي معادله صعبه، وادعوا لي اقدر اكمل اديني بزق ربنا يخليك يا حبيبي. يعني المصريين هنا انا بشوفهم ازاي الكويت بتعاملهم وبتحبهم وبترعاهم بهذا الشكل. ربنا يا حبيبي انتوا عشان ربنا راضي عنكم انتوا هنا. ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك. طيب استاذ هاني سؤال برضو الكلام اتفضل. انت وقفت بين العيله وبين الفن، دخلت فترة وفترات بان انا فعلا بعدت شوية عن فني، لان هي الحقيقة كان مجهود مضاعف وانا ما كنتش متخيل ابدا ان العمل النقابي ممكن كان ياخد من وقتي ومن فني ومن حياتي في بيتي حتى بهذا الشكل. لكن الحمد لله ان يعني قدر الله ما شاء فعل. انا جت فترة من الفترات حسيت اني مش قادر اكمل، مش قادر اكون زي ما انا اخواتي وزملائي في الجمعيه العموميه يعني مستنيين مني، لان كل واحد بيبقى له طاقه. فانا يعني الحقيقه عملت كل ما استطيع ان انا اعمله الفتره اللي انا كنت موجود فيها، لكن هو فعلا عمل متعب عمل شاق. وانا باشفق على حبيبي واخويا مصطفى كامل، ربنا يقويه يا رب ويديله الصحه هو ومجلس الإدارة، لأنه بجد أنا مهما كنت متخيل أن العمل النقابي ده صعب مش زي ما تكون أنت حطيت إيدك في الموضوع وشفته بنفسك. لا عملية صعب جدا جدا ومشاكله كتير ومتطلباته كتير. ربنا يقويهم يا رب بجد لخدمة الجمعية العمومية، لأن الحقيقة الموسيقيين في مصر يستاهلوا كل الخير. يعني فئة من الناس جميلة ومحترمة ويعني
تستاهل تتخدم حقيقي. يمكن انا حظي في اخر الفترة اللي انا كنت فيها في النقابة بقى جات موضوع الاغاني المهرجانات اللي طلعت كتير قوي في الفترة دي, وما بقيناش يعني عارفين يعني نلم الموضوع ده, وحاولنا اكتر من مرة ان احنا نقول يا اخوانا اللي عايز يغني لازم يجي يقدم في النقابة ويقف قدام اللجنة يمتحن عشان يقدر ياخد كارنيه. انت ما تقدريش تمارسي اي مهنة من غير ما يبقى معاكي كارنيه النقابة اللي انت منتمية لها. فتعبنا كتير في الموضوع ده بصراحة انا ومجلس الادارة برضو, لكن يعني الحمد لله ان مصطفى قدر برضو يزبط الموضوع ده دلوقتي الى حد كبير. وبتمنى للفن المصري والفن العربي دوام الازدهار, لان احنا كشعوب عربية الحقيقة احنا نستاهل احلى حاجة ممكن تقدمها للناس. يعني لا لا لا, كان من ضمن الحرب اللي اتعملت علينا على النقابة وعليا انه انا ضد النوعيات دي من الاغاني لا انا ضد الكلام, لكن لازم تيجي يعني تقدم صوتك واذا نجحت اهلا وسهلا. يعني لازم من خلال لجنة في النقابة, لكن مش من نفسك كده تعمل اللي انت عايزه يعني. لا الحمد لله الامور هديت خالص دلوقتي احسن من الاول بكتير. وزي ما بقولك انا بتمنى يعني ان شاء الله اللي جاية ربنا يدينا كلنا ويدي المستمع العربي احلى فن ممكن يتقدم في كل بلاد العربية يا رب ان شاء الله. تفضل. بصي انا مش حابب الفكرة ان جيتي الحق يعني. انا بشوف ساعات على السوشيال ميديا مثلا جايبين يعني انا وفنانين كتير, عبد الحليم, رشدي أباظة, فريد الأطرف, مصغرين شكلهم وملبسينهم لبس عصري كده, الشكل العام حلو, لكن ان انا يعني اديهم البرميشن انه مثلا يعني اعملوا اغاني باسم هاني وحطوا صوتي عليها وانتوا اللي تختاروا الكلمات, انا ما اضمنش اللي بيعمل الذكاء الاصطناعي ده هيبقى يعني امين عليا وعلى تاريخي الفني وعلى سمعتي وعلى اسمي ولا لا. فهي مخاطره. وانا شفت ناس على فكره يعني عملوا اتفاق انه يعني يسمحوا للذكاء الاصطناعي ده انه يعني مع شركات انها تستغل اسمهم وتاريخهم الفني في انهم يعملوا اعمال جديده بعد عمر طويل يعني. مش كده؟ ايوه. لا انا بخاف من الحته دي بصراحه يعني خوفي انا من, لان انا ما اضمنوش, انا اضمن نفسي, انا عارف انا بغني ايه, بقول ايه, بعمل ايه, لكن انا ما اضمنش يعني بعد ما امشي هيقدموا هاني شاكر باني شكل, الاغاني اللي هيعملوها بشكل ايه. لا يعني انا مش حاببها قوي, الى جانب برضو بيني وبينكو يعني ما اعرفش, انا ما بسمع حد بيغني بالذكاء, يعني لما بسمع عبد الحليم بيغني او فريد بيغني بالذكاء الاصطناعي لا تحس انه مش اصلي, مش فيك. يعني كانك بتعزفي على اله, دي حقيقه يعني. مهما الذكاء الاصطناعي كان قروبة قوي يعني, لا هو مش قروبة قوي هو مش قروبة, لا وحياة النبي انت مفقوس برضه باين ان انت بتسمع آلة مش بتسمع صوت بشري. سبحان الله, ربنا ما يتعدلش عليه أبدا أبدا يعني, مهما كانت التكنولوجيا, لكن لا أكيد لا مش طبيعي. عاملها مفاجأة والله, هو اداني كده معلومة صغيرة, قال لي يعني في حاجات على مسرح كده, أنا خايف ياخد مني فلوس ولا حاجة, النبي خليكم معايا. اتفضلي يا حبيبتي, والله أنا تحت أمركم. هل ممكن مستقبل نسمع أغنية خليجية بصوت هاني شاكر؟ أكيد يعني. أنا يمكن في الألبوم الأخراني أنا عامل غنوة اسمها بستاني شوك باللغة البيضة, فلا ده في بالي طبعا يعني. اتمنى كمان اقدم عمل الكويت
باللهجة الكويتي بس طبعا برضو تبقى يبقى اللهجة خفيفة شوية أعرف أقولها. لا بالعكس ده بيساعدني أنا برضو في الألبوم الأخراني عامل غنوة باللهجة اللبناني. ففي بالي ده على فكرة أنه إن شاء الله من وقت للتاني يعني ليه لأ أن الفنان يعني يعبر عن حبه للبلاد والجمهور اللي بيحبه في كل مكان في الوطن العربي أنه يغني له. لا أوعدك إن شاء الله في حاجة كويتي قريب عشان خاطر عيونك أنت. لا في كتير. اصل اللهجه المصريه دي انا ما اعتقدش انها مشكله بجد، لانه طبعا يعني معظم مش بس الخليج، معظم الوطن العربي كله يعني اتربى على الافلام المصريه، على الاغاني المصريه، على المدرسين اللي راحوا درسوا لهم في بلادهم باللهجه المصري بيتكلموا مصري. فانت يعني اللهجه المصري ما فيهاش مشكله، هو العكس بقى يمكن يعني في بعض اللهجات اما بتلاقيها يعني تلاقيهم بيتكلموا قدامك كده تحسي انه ده يعني شوية صعب انك انت تفهميه. والله مش قوي، لا والله مش قوي، بس برضو لازم الواحد يختار يعني نوعيات الكلام، يبقى الموضوع حلو بس الكلام ما فيهوش كلام صعب. يعني وايد وايد دي جميلة قوي، إن اما اعمل لك غنوة وايد وايد يا سلام. فبقى كلامك من مصر وبيلك انا تقدر فعلا سهل. طب ما فكرتش ترجع للفن للتمثيل؟ لا وحشني جدا والله. وفي مشروع مسلسل تلفزيوني، بس زي ما بقول يعني دايما لما بتيجي السيره انا بس مستني الشركه المنتجه، لان انا صديقي السيناريست والكاتب الكبير ايمن سلامه عامل لي موضوع حلو جدا جدا. المشكله في شركه الانتاج اللي تقدر يعني تبقى انت مطمن وانت داخل تعمل معاها الموضوع. يعني لو لقينا ده طبعا ياريت هعمله طبعا، اكيد ما فيش مشكله. لكن السينما لا، يعني السينما بعيده شويه عننا خالص عن حتى اللي انا عايز اعمله. لكن مسلسل ان شاء الله يا رب يسمع من بقك ربنا يا رب ان شاء الله يتعمل قريب باذن الله. حمود نوال، عبد الله رويشد، نبيل شعيل. اختار حبيبي نبيل شعيل، طبعا كل الاحترام لنوال وعبد الله رويشد حبايبي واخواتي وعشره عمري، لكن نبيل يعني في كيمياء بيني وبينه، وده مهم قوي برضه لما تيجي تعمل دويتو مع حد لازم يكون في الكيمياء الطبيعيه دي بينك وبينه. والله الحمد لله على سلامته، انا عرفت انه كان تعبان الفتره اللي فاتت وهو لسه صغنن حبيبي. الله اكبر، ربنا يديله العمر والصحه يا رب ويشفيه ويشفي كل مريض. الحمد لله على سلامته وربنا ما يحرمنا منه ولا من اي حد يعني ساب ذكرى حلوه في قلوبنا. ربنا يا رب يحافظ عليهم كلهم ويديهم طول العمر والصحه. احنا بنشكرك يا استاذ هاني على سعه صدرك النهارده. ربنا يخليك يا ميديا منا لنفسها، طبعا اعداد اكبر لكن الحمد لله ان احنا ما زلنا لسه عندنا القاعده الاصليه والاساسيه اللي احنا بنقدر نرد بيها على هذا الفن بفن جميل وفن راقي في جميع انحاء العالم العربي.